بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله في هذا الوقت أنا نور نجا بنت حساني سأشارك معكم المعلومات عن الشركة العالمية وهي شركة RS برهان. طيب، سأبدأ بالتاريخ للشركة بالمختصر. تأسس الشركة في عام 1993 وبدأ العمل في شهر نوفمبر في هذا العام، ولكن في ديسمبر 2001 تم شراؤها من قبل الشركة تيونير SDN PhD التابعة لتوني فرنانديز من ملكية HICOM Holdings PhD بالطائرتين. RS برهان هي شركة طيران منخفضة تكلفة مقرها ماليزيا، وهي أكبر شركة طيران منخفضة تكلفة وبدون الزخرفة في آسيا. تفخر الشركة RS بكونها شركة طيران حقيقية تابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وتدير رحلات المحلية والدولية المجلولة إلى أكثر من 400 وجهة إلى 25 دولة. قد طار أكثر من 100 مليون ضيفا على جوهر، يعتقد أن الآن يمكن للجميع الطيران. محور المحطة الرئيسي هو محطة النقل منخفضة تكلفة LCCT في مطار كوالالمبور الدولي، يعني KLIA. طيب، الآن سأوضح لكم الرؤية والرسالة عن هذه الشركة. الرؤية هي أن تكون أكبر شركة طيران منخفضة تكلفة في آسيا، وتقدم 3 مليارات شخص يعانون حاليا من نقص الخدمات مع ضعف الاتصال والأسعار المرتفعة. والرسالة هي أن تكون أفضل شركة للعمال، حيث يتم التعامل مع الموظفين كجزء من عائلة كبيرة، وأيضا إنشاء العلامة التجارية آسيا المعترف بها عالميا، وأخيرا لتحقيق أقل تكلفة بحيث يمكن للجميع السفر بالطائرة. وبعد ذلك، كما عرفنا، كل شركة لديها خطة أو استراتيجية التي تعمل عليها، صح؟ إذن في هذه الشركة هناك 6 استراتيجيات الحالية تم تنفيذها. سأشرح لكم بالوضوح عن هذه الاستراتيجية. أولا، استراتيجية تجاه العملاء. تستخدم الشركة التكلفة المنخفضة حتى يتمكن الجميع من الطيران. وثانيا، استراتيجية تجاه النظام. تهدف الشركة إلى تقليل التكلفة باستخدام نفس السلسلة الطائرات. والثالثا، استراتيجية تجاه الناس. تعمل الشركة ضباطها لأنهم جزء من الشركة. والرابعا، استراتيجية من النظام تجاه العملاء. لا يتوقع العامل المستهدف للشركة أي خدمة غير العادية، ولكن الأجرة المنخفضة والطيران السريع. والخامسا، استراتيجية من النظام نحو الناس. وتقوم الشركة بإعداد الصفات المطلوبة للموظفين لتلائم النظام المنظم جيدا. وأخيرا، استراتيجية العملاء تجاه الناس. تقوم هذه الشركة بالتدريب الضباط على حل المشكلة للعملاء فوزا عند طلب المساعدة. ثم نأتي إلى أسباب نجاحها واستمرارها. هناك بعض الأسباب للنجاح هذه الشركة، وهي القيم التي تركز عليها. أولا، السلامة في المقام الأول. وثانيا، ارتفاع المعدل استخدام الطائرات. وثالثا، أجرة منخفضة بدون الزخرفة. والرابعا، تبسيط العمليات. والخامسا، نظام التوزيع حل هزيل. وأخيرا، اتصال من المكان الواحد إلى الآخر. إضافة على ذلك، سأخبركم عن أهم الأزمات التي مرت بشركة RS برهان. في عام 2012 حدثت مشاكل في شركة طيران في يوروب بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وكذلك الانخفاض الحاد في طلب على رحلات إلى يوروب. بسبب إلى هذا، لا يختار المستهلكون الكماليات والسفر ترفيهي لمسافة طويلة، وبالتالي فإن التوتر الرحلات الطويلة ليس بنفس قدر الرحلات القصيرة.
كان من الصعب على الشركة تغطية تكلفة كل رحلة طويلة المدى. خلال الشهر المارس في عام 2012 قررت الشركة إلقاء الرحلة الطويلة. من ناحية أخرى قررت الشركة زيادة الرحلات القصيرة التي تحقق إرباحا أكثر مثل تايبي وبيروت والصين. إن القرار الذي اتخذته الشركة بشأن هذه المشكلة هو أمر حاسم للتغلب على المشكلة رحلة طويلة التي تنكد القصائر. وأخيرا هيا نعرف عن القيمة السوقية وحجم الإرباح عن الشركة RS Berhad.